تعد الأويكي مجموعة هائلة من الكتب سجلت بطريقة مكتوبة ومصورة الطقوس الهامة والاحتفالات ومناسبات الدولة خلال عصر مملكة تشوسون. تتألف الأويكي بشكل أساسي من مراسم حفلات الزواج الملكية والجنازات ومشاريع البناء والأعياد وغيرها من الاحتفالات التي كانت تقام بشكل متكرر، وبالتالي كانت بمثابة مرجعاً لتنظيم مناسبات مماثلة. يحتوي كاري دوغام أويكي على نصوص مفصلة ورسومات توضيحية عن ملابس المشاركين في حفل الزفاف، مسلطة الضوء على المخطوبين. تقدم معلومات محددة بداية بالثياب التحتية للملابس الرسمية بما في ذلك الكميات والألوان والخامات والزخرفات. ما نوع الجوانب الاجتماعية التي كشفت عنها الأزياء المسجلة في الأويكي؟ صمم العاملين في دو واسو الرسوم التوضيحية ولوحات البلاط الواردة في الأويكي، تظهر بانتا دو سيجونغ التي تصور موكب الذي عقد عندما اصطحب الملك يونجو الملكة جونسون إلى القصر، 141 طرازا من الملابس التي ارتداها المشاركين في الموكب. وكما اختلفت أنماط الملابس وألوانها والأكسسوارات باختلاف الطبقة الاجتماعية ووظيفة المشاركين في الحفل، تنوعت ألوان البانشادو للغاية بطبيعة الحال. في هذه اللوحة يظهر دانغ بوغوان وهو يقود الموكب جنبا إلى جنب مع 2 من القادة متبوعا بموظفين مدنيين وعسكريين، ثم يليهم عربة ملكية مفتوحة تقل الملك الذي يحرسه الضباط العسكريون. ومع ذلك لا يمكن النظر إلى الملك داخل العربة، حيث كان رسم الملك أمرا محظورا، حيث كان ينظر إليه في الماضي على أنه ذات عظمة مهيبة تشبه الإله تقريبا. في عام 1795 أقام الملك تشونغ جو احتفالا بمناسبة عيد ميلاد 60 لولادته السيدة هي جيونغ في قلعة هواسونغ. في البروتوكولات الملكية لموكب الملك والتي تسجل الاحتفال بأكمله، تمثل الرسومات التوضيحية الجزء الأكبر من السجل. تصور هذه اللوحة الكبيرة للاحتفال التي يعتبر المهرجان الأكثر روعة في تاريخ مملكة تشوسون، والذي استمر لمدة 8 أيام، جوانب مختلفة من عامة الشعب الذين خرجوا لحضور الاحتفال أيضا. تنقل المراسيم الملكية لمملكة تشوسون مشاهد حية من التاريخ الحقيقي. تكشف هذه المراسم عن سمات التسلسل الهرمي الاجتماعي الصارم وفقا لما يرتديه أعضاء العائلة المالكة من ملابس التي أكدت على الأناقة، بينما يرتدي عامة الشعب الملابس اليومية البسيطة.